هل يا شباب زلزال 92 اللي حصل في مصر هل ينفع اشتغل عليه ايرث كويك بروكورسر؟ مع العلم ان قلت شرط 5.5 لازم أن يكون فوق الخمسة ونص، والزلزال بتاع 92 كان تقريبا 5.5 او 6، فالشرط ده متحقق عندي، فهل اقدر اشتغل عليه بصور بشوف الناس صح ولا نايمه؟ طيب يا سما بتقول اه ينفع. طيب حد تاني يجاوب؟ هو اه ينفع بدل هو انت حضرتك لسه من قيمة شوية قايل اللي هو بدل 5.5 او فوق يبقى ينفع، وانت حضرتك هنا دلوقتي بتقول هو 5.5، تمام وكنت صح قلت كلامك اللي صح. هو اللي قلت اللي هو بس اللي احنا المفروض مش ينفع، مش لازم نعرف اللي هو هيبقى فوق ال50 او تحت ال50، لان الستلايت ما بيجيبش مثلا اللي هو من الخمسة اقل من اه بيجيب خمسين لغايه صح؟ 50 كيلو مثلا، اه وبيجيب لك اه اقل من 50 كيلو. طيب في ماشي كلامك صح، وعبد الله بيقول ايوه ينفع، عبد الله عادل محمد كلامكم صح، بس لو انا قلت الاجابه هتلاقوها هايفه خالص، يعني ممكن اديكم بس 10 ثواني تفكروا تاني. ها ليه يا جماعة زلزال 92 اللي حصل في مصر الماجنيتيود بتاعته، يعني الشرط ده الشرط الثالث ده تمام، هل ينفع اشتغل عليه بصور؟ الناس سامعيني طيب ولا ايه؟ اخر كلمة مش واضحة، بقول الشرط الثالث اللي هو الدبس بتاعه كان اقل من 50. طيب طيب هل ينفع اشتغل على زلزال 92؟ انا كتبتها في التعليم يا جماعه، في الشات. الكويت يمكن مؤشرات ما تكونش دي اس تي. لا مش كده يا خلود، لا الناس نايمة يا باشمهندس، باشمهندس محمد الناس يبقى نايمة، مفيش جايزة بقى. المفروض انت بتديني جايزة. طب عشان الوقت يا شباب، و طب اخر 10 ثواني يا باشمهندس بعد اذنك، ندوم 10 اخر 10 ثواني. على فكرة الاجابة هايفة جدا، وبص يعني ساعة ما اقول الاجابة هيقوم عاملين كده. تلا عندنا 30 ثانية بس، انا هجاوب يا جماعة بليز، يعني اجاوب. هو صور ما كانش موجود اصلا. برافو عليك يا ساره. لا في حد جاوب اهو باشمهندس، الله ينور عليك. احنا مش لسه قايلين يا جماعه ان باشمهندس محمد ساره يبقى لها جايزه من حضرتك بقى. بصورنا يا جماعه؟ ماشي ابدانا جايزه ان شاء الله، ان شاء الله احاول المنصوره باذن الله. إن شاء الله. باذن الله. مش لسه قايلين يا جماعه ان صور بدأ سنه 2013 وقلنا عدى عليه 10 سنين؟ سنة 92 أعتقد ما كنتوش لسه اتولدتم، أنا كان عندي سنة ساعتها، بس هو صورم بقاله 10 سنين بس، فمش هينفع أشتغل عليه بصورم. يلا اعملوا كده بقى كلكم. ماشي يا شباب، صحصحوا شوية. يبقى أول حاجة لازم الجيو ماجنتيك كويت أو الإندكس أو المؤشرات تكون كويت. تمام يا خلود، ماشي. لازم تكون كويت. تاني حاجة لازم الستلايت يعدي على منطقة الديبروبروسكي اريا، هنشوفها كمان شوية. والشرط الثالث اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب الجيوماجنتيك اندكس اللي احنا اتكلمنا عليها الدي اس تي والاي بي، الدي اس تي عبارة عن كده ستيشن زي المرصد اللي انا قاعد فيه دلوقتي، بيقيس المجال المغناطيسي او المؤشر بتاع المجال المغناطيسي لمدة 24 ساعة، وده برضه الفرق ما بين ده وده، ده بيقيس
بيقيس النشاط المغناطيسي اللي بيحصل، وده بيقيس النشاط المغناطيسي اللي بيحصل. الفرق ما بينهم ان ده بيقيس كل ساعه وده بيقيس كل 3 ساعات، هما الاثنين زي بعض، بس ده بيقيس كل 3 ساعات وده بيقيس كل ايه، كل ساعه. تمام، ماشي يا علي. احنا كلنا مصريين بنعمل الحركه دي عموما يعني. ماشي يا شباب، عشان الوقت بس. طيب الميثودولوجي، فكروني بس كده اما اخلص المحاضره اقول لكم شويه نصايح، لان ده الفيوتشر اللي بعد جاي بعد كده والمستقبل يعني باذن الله. الميثودولوجي انا استخدمت ايه؟ استخدمت الجوريزم اللي هي الخوارزميات عشان اقدر ارسم الداتا. هو الداتا جايه من الساتلايت، حاجه ديجيتال، حاجه جديده كده وحاجه حديثه يعني. هرسمها بايه؟ اجيب مايكروسوفت اكسل ولا وورد ارسم بيه؟ مش هينفع طبعا، فلازم حاجه ابديت او حاجه جديده اقدر